صحيح للزوجين. الزوجة مو للزوجين. للزوجين. للزوجة. للزوجة. يلا للزوجة. للزوجة فقط. إيه هي عماد ال. تمام. أول شيء اجعليه يعني اجعلي زوجك بابا لك من أبواب الجنة. ولو أغلقت أبواب الجنة كلها أمامك يكفيك زوجك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرك بأنك إذا مت وزوجك عنك راض دخلت الجنة. طيب والله مهمة سهلة، ما أخفي عنك أقول والله لو أني امرأة تسهل علي جدا أن أرضي هذا الرجل وأبحث عن الأمور التي ترضيه فأفعلها له، سأكسب راحة وسعادة وطمأنينة ويحبني ويوفر كل شيء ثم يكون سببا لدخول الجنة. يا الله. بس دكتور بعض الزوجات تقول يا أخي زوجنا ما يستحق هذه الرعاية الكبيرة، يعني التركيز هذا كان. هذا يضاعف الأجر، إذا كان يستحق ممتاز حققت مرادك بدون تعب وجهد، وإذا كان لا يستحق وصبرت علي واحتملت ما يصدر عنه من إساءات ومن مضايقات ومن عدم تقدير تضاعف أجرك وارتفعت درجتك في الجنة، حتى ستحسدك اللواتي رزقنا بأزواج صالحين في الدنيا لأنه حيكون أجر أقل لأنه أزواج ساعدوه. يعني طاعتي لزوجتي أو طاعة زوجتي لي هي من أجل الله فقط. أكيد هي تريد أن يكون لها مثل ما تريد ويريحها وينفق عليها ويسعدها، لكن إذا غاب بعض هذه الأشياء الدنيا قصيرة، كمن يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يخرج. طيب إيش الدنيا هي بالنسبة للآخرة؟ حتى أقاتل زوجي وأواجه زوجي وأتحدى زوجي، هذه النصيحة الأولى. طيب. النصيحة الثانية اضحكي عليه كثيرا. تضحك عليه؟ ايه تقول لي شلون اضحك عليه؟ بيعصب. محمد رشيد العويد يقول للزوجات اضحكوا على الازواج. مو اضحكوا من هون؟ اضحكوا. يعني لا تسخروا منهم ها 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 تضحك عليه، لا اضحكي عليه داري اكسبي، لا تكوني صريحة في كل شيء. السحر الحلال. ايوه الاسلام اجاز لك ان تكذبي على زوجك. كثيرات من الزوجات اللي بيجوا علي أنصحهن هذه النصيحة بعد أن أسمع منهن معاناة من أزواجه. ألا تحكي عليه؟ تقول لي شلون أنافق هذا النفاق حرام؟ قال هذا ليس نفاقا، هذه مداراة. كيف تضحك؟ أعطيني مثال. كما تضحك على طفلها لكي يكتب واجباته، لكي يأكل، لكي ينام مبكرا، تسايره، هي تحبه وتريد راحته فتضحك عليه. أما أن تصرخ فيه قوم نام يلا كل، تخسر ويضيق ويحزن